خدموش اول كوز عشان مش الموست كومن. طب امال لو اتكلمنا في السيريسنس ان احنا بناخد اكوردنج تو وات از موست سيريس، كان المفروض الاكتوبيك ده ناخده انهي واحد اول بالظبط كده، لان هو الموست سيريس هو الاكتوبيك، لكن الموست كومن باي فار هو الابورشن. وطبعا برحمه ربنا ان السيريس مش هو اللي كومن دايما، السيريس مش هو اللي كومن، زي برده في البوست منوبوزال بليدنج كان السيريس هو الكانسر لكن مش ده الكومن، كان الاتروفي هو الكومن، لان دايما بتبقى الكوز اللي هي مش سيريس هي دي اللي كومن. يعني وتعتبر البليدنج ان اولي بريجننسي هما ثلاثه كوزز، باي فار الكومنست هو الابورشن وده 15%، يليه على طول الاكتوبيك بريجننسي اللي هو الانسنس بتاعه 1.5%. انتوا واخدين بالكم من الديسكريبنسي، واحد 15% كل 100 ست حامل 15 حصلهم ابورشن، لكن بالنسبه للاكتوبيك بريجننسي كل 100 ست تحمل يعني واحده او اثنين هو اللي ممكن يجي لها اكتوبيك بريجننسي، فبالتالي فعلا الانسنس اقل بكثير، لكن ده الموست سيريس وهنعرف دلوقتي ليه هو الموست سيريس. طب ايه كلمه اكتوبيك؟ يعني ايه اكتوبيك؟ يعني ايه مكان مش طبيعي؟ يعني اوتسايد ذا نورمال يوتراين كافيتي. طب ليه قلت نورمال يوتراين كافيتي؟ ما انا ممكن اقول اوتسايد اليوترس وبس. ليه قلنا كلمه نورمال يوتراين كافيتي؟ عشان انكلود معايا ايه؟ رودمنتري هول. طب ثانية واحدة، لو أنا قلت بلاسنتا أكريتا أو بلاسنتا فريليا أنا كده بتكلم بيفور فيابيليتي ولا أفتر فيابيليتي؟ أفتر فيابيليتي، وإحنا بنتكلم دلوقتي على بليدنج إن أيرلي بريجنسي. طيب يبقى ليه إحنا قلنا أوتسايد ذا نورمال يوتراين كافيتي؟ ممكن أفتر أنومالي بس طالع عليه ممكن. عشان إيه؟ هو إمبلانتد تحت يبقى برضه أكتوب بريجنسي يعني مثلا؟ لو إمبلانتد تحت ده النورمال يوتراين كافيتي، لو البيبي إمبلانتد تحت ولا لا؟ ردوا عليا، انتوا شايفينها بالمنطق مش ان هو المفروض هتطلع ايه يعني ماشي، مش المفروض الكتاب هيبقى كاتب ايه، المفروض انتوا شايفينها بالمنطق. لو قلت لكم انه الامبلانتيشن بتاع الفيرتلايزد اوفر حصل في الانتراين كافيتي بس مثلا على في الفانجس او انتيرور رول او بوستيرور رول او لاترال رول او اللور سيجمنت يعني او يعني الحته اللي تحت ده نورمال يوتراين كافيتي ولا مش نورمال يوتراين كافيتي؟ نورمال يوتراين كافيتي. يبقى كل دول حاجه منهم اسمها اكتوبيك؟ لا لا مفيش ولا حاجه منهم اسمها اكتوبيك. طب امال امال ايه بقى؟ يعني ايه ابنورمالتي؟ اكسكلودنج السيرفكس لان ده سيرفايكال ماشي، ما اكسكلود السيرفكس. ايه تاني اللي هو مش نورمال يوتراين كافيتي؟ لو سيزارين سكشن سكار ده طبعا مش نورمال لان هو ده مش نورمال يوتراين كافيتي، ده سيزارين سكشن سكار. ها ما هو ده مش هيحصل يعني لو هو جوه اليوترس في المكان ده خلاص مش هتقولي عليه اكتوبيك. يعني انا امتى اقول عليه وهو جوه؟ يعني سؤالي امتى وهو جوه اليوتراين كافيتي اقول عليه برضو اكتوبيك بالرغم ان هو جوه اليوتراين كافيتي؟ عشان كده حطينا كلمه نورمال. لو في سيبتم مثلا، لو في ايه؟ لو في سيبتم او بايكورنيت، لو انا عملي سبتيت يوترس ده يعني هو جاء على ايه؟ يعني على السبتم. لو في اي دي هيبقى ده نورمال يوتراين كافيتي ولا لا؟ على فكره هو السؤال كان عبيط، فالمهم ان يعني انا كنت بقوله بس عشان تقولوا لي كذا فاقول لكم اه وخلاص، لكن مش كل هذه الدسكشن. لو مش في الفانجس ما احنا قلنا انتيرور وبوستيرور وقولوا الكلام ده نورمال يوتراين كافيتي برضه. ده نورمال يوتراين. التيوب دي مش نورمال يوتراين كافيتي، التيوب دي مش يوتراين اساسا، صح ولا لا؟ طيب لو انا قلت لكم ده بقى ايه؟ رودمنتري هول. رودمنتري هول لو هو انسرتد او يعني امبلانتد في الرودمنتري هول ده نورمال يوتراين كافيتي، فهقول عليه لا لا خلاص مش مهم خالص. يا جماعه في ايه احنا ما تعرفوش حاجه اسمها رودمنتري هول؟ امال اللي ردوا عليا بالرودمنتري هول ده ردوا عليا ازاي؟ نوابغ. طب ما هو المفروض ان هم عمالين يتويتوا هنا ازاي؟ ما لازم تبقوا نوابغ. طيب whatever. فاللي هو اي حاجه اي implantation outside the normal uterine cavity ده اسمه ectopic. زي بالظبط في rudimentary hole طبعا ده هيبقى اسمه ectopic pregnancy. ليه في rudimentary hole هيبقى اسمه ectopic pregnancy؟ عشان ايه؟ ما احنا عارفين ليه مش نورمال؟ ليه؟ ما هو طالما امبلانتد يبقى كان في اندوميتريوم. ايوه بس ممكن يكمل لحد فول تيرم؟ لا ليه؟
عشان ايه؟ مكان صغير هيكبر على طول. غير ان مكان صغير، كلمه رودمنتري هون، رودمنتري هون يعني الماسل هول بتاعته ممكن مش تاكوموديت ان هي الاكسبانشن وتتحمل البريجننسي ان هو يكمل، فبالتالي ممكن يحصل له ديستربنس ات اني تايم. عشان كده مش نورمال ان هو يحصل بريجننسي في الحته دي. وليه بنقول مش نورمال؟ لان هو كانوت يعني جرو انتل فول تيرم نورمالي او هيلثي. فعشان كده بنقول عليه ده اكتوبيك بريجننسي، وما ينفعش ان احنا نسيبه يكمل، يعني ما ينفعش تيوب البريجننسي تسيبه يكمل، لان ات اني تايم ات ويل رابتشر ويحصل مشكله للام قبل ما يكون بيبي، لان هو ده كل ده بليدنج ان ايرلي بريجننسي يعني بيفور ايج اوف بابيز. فلو حصل في ريدمنتري هوم حتى لو كمل معانا لحد مثلا 16 اسبوع ولا 20 اسبوع ديبندنج على حجم ريدمنتري هورد وهاو ريدمنتري ات از، فممكن ان هو يكمل بعد مثلا الفيرست ترامستر بشويه، في بدايه السكند ترامستر هو اللي يحصل لنا الديستربنس، بس ستيل ات از ان هيلثي بريجننسي. عشان كده لازم ان هو يبقى ترمينيتد، لازم يبقى ترمينيت. فلو في ريدمنتري هورن، لو في الاوفري، لو في السيرفكس، ديفينتلي السيرفكس ده برده تو لايرز، ومفيش ما ينفعش ان هو يحصل له دايلاتيشن ويكمل لحد فول تيرم. والاوفر سيزاريان سكار اكتوبيك، لان ديفينتلي السيزاريان سكار ده بلاد سبلاي الكلام ده فعمره ما هيكمل لحد ما يوصل لفول تيرم. ابدومينال بريجننس، طب ابدومينال بريجننس ده الابدوم الكبير قوي ممكن يستاند، ايه المشكله ان هو يحصل اكتوبيك في الابدوم؟ يعني الفيرتلايزد اوفم دي بدل ما هي بتبقى بيكت اب بال الفيمبريال ان، ممكن على مكانها السبرم يعمل لها فيرتلايزيشن ويحصل بريجننسي ات اني سايد في الابدومن، او يحصل فيرتلايزيشن عادي في الامبولري بارت، بس بدل ما هي تروح ناحيه اليوتراين كافيتي لا تروح ناحيه الفيمبريال اند وتبقى امبلانتد في اني سايد في اليوتراين كافيتي، على الليفر، على السبلين، على الاومنتوم، على اي حته في الابدومن. دي مش ممكن يجرو تيل فول تيرم ولا حتى لو هو على الليفر؟ الليفر ده طبعا فيري ريتش بلاد سبلاي. بس ايه رايكم في الديفلوبمنت بتاع الفيتس؟ الديفلوبمنت بتاع الفيتس هيبقى ابنورمال، لان المليون اللي حواليه ده ابنورمال مش زي المليون بتاع اليوترس، فبالتالي ات اني تايم ممكن يحصل ديستربنس، ممكن يحصل لها سيفير انترنال هيمريج من البلاسنتا والفيلاي اللي عماله تكريب عشان تاخد بلاد سبلاي، فبالتالي برده الابدومينال بريجننسي ده اتس ان اكتوبيك بريجننسي. يعني كل دول اللي احنا كاتبينهم اكتوبيك بريجننسي. طب انهي ذا كومنست تايب اوف اكتوبيك انتوا تسمعوا عنه؟ تيوبل بريجننسي. تيوبل بريجننسي باي فار هو الكومنست. يعني لو حد قال لك عندها اكتوبيك بريجننسي وما قالكش نوعه، ما تستناش يقول لك نوعه، لانه باي ديفولت ات از تيوبل بريجننسي انتل ان هو يقول لك حاجه ثانيه. فلو حد قال لك اكتوبيك بريجننسي، الست دي جالها اكتوبيك بريجننسي غير ما يقول لك هو نوعه ايه، نوع الاكتوبيك هو اوبيريان اكتوبيك ولا ريدمنتال هون ولا اوفر سيزاريان سكشن سكار ولا مش عارف سيرفايكال ولا كده، ما قالكش حاجه، يبقى هو باي فار ات از تيوب البريجننسي، لانه الانسنس قلنا بتاع الاكتوبيك 1.5% او 1.5%، لكن اكتر من 95% منهم من ال 1.5% دول هم تيوب البريجننسي. عشان كده بقيه الشرح كله هيبقى على تيوب البريجننسي، لان هو ده الكومنست تايب اوف اكتوبيك اللي احنا بنشوف. يبقى قلنا الاكتوبيك بريجننسي يعني ات از بريجننسي او امبلانتيشن او بريجننسي اوتسايد ذا نورمال يوتراين كافيتي، فات اني سايد اوتسايد ذا نورمال يوتراين كافيتي ده بنسميه اكتوبيك، والانسس بتاعنا 1.5%، وباي فار هو التيوب الاكتوبيك هو الكومنست تايب اوف اكتوبيك. طب ليه ممكن ست يجي لها اكتوبيك بريجننسي؟ ايه الايتيولوجي؟ ايه السبب اللي يخلي واحده يجي لها اكتوبيك بريجننسي يا دكاتره؟ يعني ايه اللي هيخلي الفيرتلايز اوفم بدل ما هي تروح وتبقى امبلانتد جوه اليوترين كافيتي لا تفضل مكانها وتبقى امبلانتد في السايت اوف فيرتلايزيشن اللي هو في الامبولري، موسلي في الامبولري بارت اوف ذا فالوبيان تيوب؟ في اي دي، ف يعني وجود اي دي ده بيبريفنت الانترا يوترين لكن مش الاكتوبيك بريجننسي. لو ايه؟ لو بتاخد بروجستيرون فالموتيليتي بتاعه التيوب افكتد، فبالتالي مش هيبقى فيه بروبر موتيليتي، فممكن يحصل لها اكتوبيك بريجننسي جوه التيوب. ايه كمان؟ ناروينج في التيوب. التيوب نفسها باثولوجيكالي افكتد باي انفلاميشن، فبالتالي سيليري اكشن دي افكتد، فمفيش سيليري موفمنت اللي هي تخلي الفيرتلايز اوفم تتنقل تاني لليوتراين كافيتي، او في اديجنز حوالين التيوب فمنع ان هو يحصل بروبر الموتيليتي وبيريستالتيك موفمنت بتاعه التيوب. فكل ده لو في باثولوجيكال يعني افكشن للتيوب ده هيساعد على ان هو يحصل اكتوبيك بريجننسي. فالايتيولوجي بتاعنا ابنورماليتيز في التيوب فعلا، لو انفلاميشن او اديجنز او كده زي اندوميتروزيس باريتيوبال اديجنز، عملت سيرجريز كتير فبالتالي حوالين التيوب في اديجنز،
او عندنا بتستخدم كونتراسبشن زي البروجستيرون اونلي كونتراسبشن لان ده بيأفكت الموتيليتي، او الاي دي لان الاي دي بيبريفنت الانترا اوتراين لكن مش الاكسترا اوتراين بريجنسي. فدول الايتيولوجي او ايتيولوجيكال فاكتور ان ليه واحده ممكن يحصل لها تشوب البريجنسي. طب ايه الباثولوجيكال تشينجز اللي ممكن تحصل؟ هو الباثولوجيكال تشينجز هتحصل في ايه؟ في ايه الاورجنز اللي هيحصل فيها باثولوجيكال تشينجز؟ التيوبس طبعا لان ده فيها اكتوبيك بريجنسي. اليوترس اليوترس لان ده فيه بريجنسي ففي بيتا سي جي موجود، فاليوترس ديفينتلي هيحصل فيه باثولوجيكال تشينجز. طب ايه الباثولوجيكال تشينجز اللي ممكن تحصل في التيوب يا دكتور؟ ممكن ديستنشن طبعا لان بيحصل بريجنسي هيبتدي يحصل تيوب ديستنشن، ومع هذه التيوب ديستنشن يبتدي يحصل ستريتشنج للبريتونيال كفرنج بتاع التيوب، فبالتالي تحس هي ببين مع بدايه ان هو يبتدي تكبر التيوب دي فهي هتبتدي تحس ببين. طيب ايه كمان؟ ايه غير التيوب ديستنشن؟ تيوب الرابتشر ممكن ات سيرتن تايم يحصل تيوب الرابتشر. ايه كمان ممكن يحصل في التيوب؟ احنا قلنا تيوب الديستنشن طبعا لانه بتبتدي التيوب تكبر، تيوب الرابتشر ممكن طبعا يحصل تيوب الرابتشر. ايه كمان؟ ما هو الرابتشر يصحبه انترا بريتونيال هامرج، يعني تيوب الرابتشر ده بيؤدي الى انترا بريتونيال هامرج. هل ده يعمل انفلاميشن او فايبروزس؟ لا. يعني هل ده في انفكشن؟ لا لا، البريجنسي مش انفكشن. تيوب الابورشن يعني ان هو البريجنسي اللي موجود جوه التيوب يبتدي انه لو فيها موفمنت او فيها هي بتعمل كونتراكشن فيبتدي ان هو ينزل في الابدومينال كافيتي، بيحصل حاجه اسمها تيوب الابورشن، وحواليها ممكن يبقى فيه شويه بليدنج بنقول عليها تيوب المول. فاحنا الباثولوجيكال تشينجز اللي ممكن تحصل في التيوب فعلا ممكن يحصل هنا تيوب الديستنشن، ودي اول حاجه بتبتدي ان هي تحصل. ممكن يحصل تيوب الابورشن فينزل ناحيه اليوتراين كافيتي. طب ممكن ان هو ينزل ناحيه اليوترس. هو انهي اسهل لان هو يتحرك في الدايركشن الاسهل بالنسبه للبريجنسي لان ده ابنورمال بريجنسي؟ ها ناحيه الابدومن الفيمبريال اند قد كده واسعه وبتاع، لكن ناحيه الكورنيال اند دي مقفوله، والكورنيال اند دي فيها يعني ماسل لاير، فبالتالي صعب ان هو ينزل ناحيه اليوتراين كافيتي. وحتى لو نزل ناحيه اليوتراين كافيتي ما هو برده هيبقى تيوب الابورشن، ما هو مش هيرجع يبقى امبلانتد جوه اليوتراين كافيتي. يعني ما ينفعش ان انا انقل الاكتوبيك ده انسايد اليوتراين كافيتي واعمل له امبلانتيشن انسايد اليوتراين كافيتي، او هو نفسه ما ينفعش ان هو يتنقل حتى لو حصل تيوب الابورشن. حتى لو حصل تيوب الابورشن موستلي بيبقى ناحيه البريتونيال كافيتي، بس ايفن حتى لو دخل ناحيه اليوترس مع ان ده اكستريملي رير ان هيرد اوف، احنا بنتكلم ثيوريتيكال برضه هيبقى تيوب الابورشن لان هو عمره ما هيبقى امبلانتد انسايد اليوتراين كافيتي. او يحصل لنا تيوب الرابتشر وانترا بريتونيال هامرج، فده الباثولوجيكال تشينجز اللي ممكن تحصل في التيوب. طب انتوا قلتوا لي اليوترس برضه بيحصل فيه تشينجز، ايه التشينجز اللي بتحصل في اليوترس؟ بسيديو لان عندنا بيتا اس جي كويس، وعندنا بروجستيرون كويس، فالبروجستيرون العالي قوي ده لان في بريجننسي مع بريجننسي تيست بوزيتيف، خلاص فالبريجننسي تيست بوزيتيف ده معناها ان هي في بروجستيرون سكريت، يعني في كوربس لوتيم اللي هو بيسكريت بروجستيرون، فبالتالي عندنا فيري هاي ليفلز اوف بروجستيرون، فبالتالي بيحصل ديسيديوالايزيشن او ديسيديو موجوده في اليوتراين كافيتي. يعني انا لو جيت اكحت العينه دي كويس، السبيسيمن اللي انا كحته ووديته للباثولوجي هيكون فيه ايه؟ هيكون فيه اكستريملي سيكريتوري اندوميتريوم او يقول لي ديسيديو، هل هيكون فيه حاجه اخرى؟ يعني هل هيكون فيه بلا برودكت اوف كونسبشن؟ هيكون فيه حاجه كده؟ لا، يعني مش هيكون فيه بلا، يعني اليوترس هيبقى ممكن هينكريس شويه عن البيريد اوف جاينيكولوجي عادي، بس مش ايكوال للبيريد اوف امينوريا، لان هي مثلا لو حامل 6 اسابيع محلاي اليوترس يعني نورمال سايز، لو حامل 8 اسابيع ممكن الاقيه كبر شويه نتيجه للهايبرتروفي اللي حصل بالاستراديول العالي كويس والبروجستيرون العالي، فممكن يحصل هايبرتروفي وسكريتوري تشينجز في اليوترس فيكبر سنه صغيره، لكن اكيد هيبقى less than the period of amenorrhea. فده بالنسبه لليوترس هو ممكن ينكريس شويه ان سايز، لكن لو جيت اكحت العيانه هلاقي ان هو في ديسيديو ويزاوت فيلاي ابسنس اوف فيلاي، ما فيش بيبي جوه فما فيش كوريونيك فيلاي، ما فيش امبريونيك او اكسترا امبريونيك تيشو، فهيبقى ابسنس اوف فيلاي، ودي بيسموها بتوع الباثولوجي اريستيلا رياكشن. انا عارفه ان الكلمه دي مش موجوده في الكتاب، بس دي انا دايما بقولها، هي جات لهم اخر سنه سنه فاتت بس مش يعني ليه؟ لان كلنا بنقولها وهتلاقوها في الراوند موجوده في الباوربوينت برزنتيشن، فمهم انكم تبقوا عارفين يعني ايه اريستيلا رياكشن. اريستيلا رياكشن دي لو جات لك يعني انت مثلا عيانه كنت يو دايجنوزد هير، وركزوا معايا في الكيس، يو دايجنوزد البيشنت دي ان هي
incomplete abortion. جات لك بتقول لك ايه انا عندي pain ونزل عليها شويه حاجات وكده, فعملت لها الترا ساوند, هتلاقي ايه في الالترا ساوند؟ thickening of the endometrium. خلاص you misdiagnose it as incomplete abortion. خلاص وهي لسه عليها بيدي, فقلت لها طب خلاص اتعين تحت كمان, ودخلت فعلا تحت العينه وبعته باثولوجي. احنا اي حاجه بنشيلها من الجسم لازم نبعتها باثولوجي. جات لك الريزلت بتاعتك اي سيل رياكشن, يبقى انت هيبقى ايه وضعك؟ لازم اعمل الترا ساوند اشوف الدكتور. يبقى انت كده يو دايجنوز, يو كان يور دايجنوزس واز كوركت ان هي انكمبليت ابورشن. لا طب يعني ده اي مس دايجنوزد هير وكده, دي مش انكمبليت ابورشن زي ما انا كحتها, دي فيها اكتوبيك بريجننسي موجود جواها وانا مشيتها بيه كويس, قنبله مربوطه موجوده فيها ان هي عندها اكتوبيك بريجننسي, لان انا كحت ديسيديا وهي ما فيهاش بيبي. طب ايه ازاي يبقى في ديسيديا من غير بيبي لو هي انكمبليت؟ لازم يبقى عندي رامننت اوف جيستيشنال ساك, رامننت اوف كونسبشن برودكت, رامننت اوف بيبي امبريونيك او اكسترا امبريونيك, يكون انه ما فيهوش خالص ولا بيبي ولا امبريونيك ولا اكسترا امبريونيك, يبقى احنا كده اسمه اريستيلا رياكشن, معناه ان البريجننسي از جوينج اون سام وير الس في مكان تاني غير اللي انا كحته. السكند تراماستر الا في حالات بسيطه قوي لو كان في دورودمنتال بون او
الابدومينال بريجننسي، ومش هو ده اللي هنتكلم عليه. هنتكلم على التيوب الاكتوبيك. فبالتالي التيوب الاكتوبيك صعب قوي ان هو يستنى لحد 12 اسبوع يعني، لانه عامه بيحصل له ديستربنس قبل كده، فمش هحس اليوترس ابدومينال. يبقى احنا قلنا جنرالي ممكن تبقى العينه شوكت كويس، او يبقى في فالور لو هي كرونيك اكتوبيك فكل شويه يحصل لها تريكلينج انترا بيريتونيال. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للابدومينال هيبقى عندنا تندرنس، تندرنس على التيوبال بوينت. طب لو هي كرونيك اكتوبيك كل شويه بيحصل لها تريكلينج انترا بيريتونيال، ساعات الدكاتره الناس اللي اخذوا الجراحه هيبقى عارفين الكلام ده، ان هو ممكن اراوند امبيليكس كده بيبقى فيه ريدش او بلوش ديسكالوريشن اراوند الامبيليكس نتيجه لوجود كرونيك انترا بيريتونيال هيمرج، وده بنسميه كالن ساين. كالن ساين دي بتبقى اللي هو بيبقى فيه ريدش ديسكالوريشن او بلوش ديسكالوريشن. هو اللي اخذ الجراحه مش عارفين الكلام خدوها مش عارفين. هم يقولوا خدوها، في ناس خدوها في ناس ما خدوهاش على حسب الراوند اللي انت كنت فيه، الوحده اللي كنت فيها خلاص. فهي دي كالن ساين ان هو ممكن يبقى عندنا انترابريتونيال هيمرج، فدي اسمها كالن ساين. طب ده بالنسبه للابدومينال. طب البي في اكزاميش هيبقى في حاجه؟ لا ده عشان انا قلت هيبقى في حاجه، فطبعا الرد لا. لكن قبل ما نفكر، طب نفكر الاول بعدين نتكلم. هيبقى في حاجه في البي في اكزاميش؟ انا بعمل بي في اكزاميش للعيانه وبايمانيال اكزاميشن بي في اند بايمانيال اكزاميش. طب بي في الاول قبل ما اعمل البايمانيا هيبقى في حاجه؟ هو البي في يعني بعمل ايه؟ الفشاينه والسيرفكس، واشوف كده بعمل موفمنت للسيرفكس اشوف في حاجه ولا هيبقى في حاجه. مين بيقول لا ومين بيقول اه؟ هيبقى في ايه اللي قال اه؟ سيفير تندرنس جامبينج ساين، لان انت بتعمل كده في السيرفيس يبقى ريفلكتد هذا الموفمنت للتيوب اللي فيها الاكتوبيك وايريتيشن للبريتون اسمه جامبينج ساين. الست ممكن تقوم من السرير تنط من على السرير من كتر البين او التندرنس اللي هي حست بيه، فبنقول عليه جامبينج ساين فروك ساين. يعني ده سيفير تندرنس. ولما تيجي تعمل بي في اكزاميشن، طب لو عملت باي مانوال اكزاميشن ايه الثانيه على بطن العيانه؟ حاجه حس الماس بقى، حس الماس ادنكس فولنس. اليوترس هيبقى بالكي. يوترس بالكي يعني ان هو اكبر شويه من النورمال جاينيكولوجيكال يوترس. فهتلاقي اليوترس بالكي اه، بس عاد ايكوال ولا اقل ولا اكتر من بيريد ابقى مناريه؟ اقل من بيريد ابقى مناريه. ده بالنسبه لليوترس. وهلاقي فولنس ادنكس فولنس يا اما رايت سايد يا اما ليفت سايد على حسب الاكتوبيك موجود على الرايت سايد ولا على الليفت سايد. فده بالنسبه ل البي في اكزاميشن. فالبي في اكزاميشن دفنتلي هيبقى في عندنا سيرفايكال موشن تندرنس، هيبقى عندنا ادنكس فولنس على الناحيه اللي فيها الاكتوبيك، هيبقى عندنا اليوتراين سايز اقل من البيريد اوف امناريا، وطبعا السيرفيس هيبقى كلوز. هو ليه السيرفكس تندر؟ ليه في سيرفايكال موشن تندر مش السيرفكس تندر؟ سيرفايكال موشن تندرنس يعني اون موفينج ذا سيرفيس ذير از تندرنس. ليه اون موفينج ذا سيرفيس ذير از تندرنس؟ ايه رايك؟ ليه لما حرك هو السيرفكس لما انا احركه هل الموفمنت ده بيبقى ترانسميتد لحاجه ولا هو في السيرفكس بس؟ ترانسميتد لفين؟ لليوترس وللفالوبيان تيوبس. والفالوبيان تيوبس دي اوريدي فيها حاجه عامله لها ده الايكينج بين على طول اللي هو الديستاندنج بريجننسي. فبالتالي لما انت تستيميليت مور اند مور موفمنت للحته دي دفنتلي هيبقى فيه سيفير تندرنس. اوكي، فده بالنسبه للبي في اكزاميشن. اكستريملي رير ان يبقى عندها بريجننسي انسايد يوتراين كافيتي وأوتسايد وانذر اكتوبيك بريجننسي، وده بنقول عليه هيتيروتوبيك بريجننسي. يعني لو في بريجننسي جوه اليوترس وبريجننسي ثاني بره اليوترس ده بيبقى اسمه هيتيروتوبيك بريجننسي. طب لو اتنين اكتوبيك بريجننسي هقول عليه هيتيروتوبيك؟ لا اسمه هو اكتوبيك. لكن واتنين انسايد ذا يوترس بقول عليه اكتوبيك؟ لا توينز بالظبط كده توينز. لكن لو واحد بره اليوترس اكتوبيك ات اني وير، اني وير مش لازم يبقى في التيوب، اني وير اكتوبيك بريجننسي، واحد تاني انسايد يوتراين كافيتي هو ده اللي بنقول عليه هيتيروتوبيك بريجننسي. يبقى احنا اتكلمنا على الديفينيشن والانسنس الايتيولوجي كويس، والايتيولوجي بقى بتاع التيوب يعني كل ده بنتكلم على التيوب اللي هو بس الديفينيشن والانسنس اللي كان للاكتوبيك ان جنرال. بعد كده قلنا باي فار التيوب اللي هو الكومنس، عشان كده كل كلامنا بعد كده من اول الايتيولوجي الباثولوجي كلينيكال بيكتشر على الاكتوبيك. طب ازاي هدايجنوز ان الست دي اكتوبيك؟ طبعا الكلينيكال فيتشر از فيري سسبيشس ان هي جايه لك ببين كويس بليدنج مايل بس بين، حتى ممكن ما يكونش فيه لسه بليدنج بس هي جايه لك ببين، انك انت تعمل لها هذا الاكزامينشن وتلاقي ان عندها جامبنج ساين. مش المفروض ان هو في الهيلث بريجننسي ولا حتى في الابورشن يبقى عندها جامبنج ساين خالص، ولا يبقى فيه تندرنس في او فولنس في الادنكس. مش هيبقى فيه في النورمال بريجننسي تندرنس او فولنس. مين بيقول اه مش هيبقى فيه تندرنس في النورمال بريجننسي؟ بتكلم عن النورمال بريجننسي
طبيعي ما يبقاش في تندرنس. طب فولنس في النورمال برجنسي يبقى في فولنس في الادنكسا برضه ما يبقاش في فولنس. طب انا لو لقيت فولنس وانا عارفه ان هي نورمال برجنسي افسره ازاي؟ ايه الفيرست ديفرنشال دياجنوستس بتاعك؟ فولنس في الادنكسا وهي نورمال هيلثي انترايترين برجنسي. فايه يو فيرست ديفرنشال ثاني؟ وليه قلت فيرست يعني وات از ذا كومنست اند وات كومنست كومن؟ ها اندوميتريوزس بي سي او وحملت مع ان بي سي او ده انوفيليشن وكده يعني ها في اي دي ها اوفيريان سيست. ايه نوع الاوفيريان سيست؟ اوفيريان سيست دي كلمه عايمه قوي ده كتاب الاوفيريان سيست. ايه نوع الاوفيريان سيست؟ ها كوربس ريتيم نفسه كوربس ريتيم اوف بريجنسي مش كده ولا ايه يا دكاتره؟ كوربس ريتيم اوف بريجنسي ايه ده؟ هي ممكن نورمال هاتي انترا فام بريجنسي يبقى عندها كوربس ريتيم اوف بريجنسي؟ ده مش ده لازم مش كده ولا ايه؟ ده لازم. يبقى بالتالي ايه يور فيرست ديفرنشال دايجنوستس لما اقول لك ان هي نورمال هيلثي انترا فام بريجنسي ولقيت فولنس في الادنكسا؟ كوربس ريتيم اوف بريجنسي ده اول حاجه بتخطر على بالنا ان ده كوربس ريتيم اوف بريجنسي عادي يبقى في فولنس اوف الادنكسا بس تندر لما يبقاش عادي لان ده نورمال فيزيولوجيكال. فطبعا كوربس ريتيم اوف بريجنسي يعني طبيعي انك انت لما بتلاقي يعني مش لما تلاقي هيلثي انترا فام بريجنسي وفي فولنس على الادنكسا دي زيرو تايب بريجنسي فيرست ديفرنشال دايجنوز. لا طبعا الفيرست ديفرنشال دايجنوز بيبقى كوربس ريتيم اوف بريجنسي. طب امال لو اكتوبيك؟ لا اكتوبيك ده ليه يعني ساينز مختلفه اللي هي من اولها بين وطبعا بيبان في الانفستيجيشنز. طيب يبقى هنتكلم على الانفستيجيشنز اللي هنعملها لوحده عشان اكونفير ماي دايجنوزس ان هي اكتوب برينس اللي انا شكيت فيه ازاي بتين هي حساسه بتندرنس انا اي ليست تندرنس فعشان كده انا شكيت في اكتوبيك برينسي. فبالتالي ايه الانفستيجيشن تحبوا تعملوها عشان تكونفيرم ان ده اكتوبيك برينس؟ الترا ساوند. ابص على ايه في الالترا ساوند او هلاقي ايه في الالترا ساوند؟ هلاقي يوترس ماله امتي. ده اول حاجه امتي يوترس. طيب ها هو فيكن طبعا اندوميتريوم اللي هي حامل بريجنستاسيس بوزيتيف ده يوترس. يوترس از امتي. ايه كمان ممكن اشوف دي في حته ثانيه لو كورن ممكن اشوف على ادنكسا يعني ناحيه يمين او شمال انه في عندنا حاجه ابنورماليتي كومبلكس ماس. وطبعا لو لقيت بقى امبريو بالسيتنج ده خلاص بيكونفيرم ان هو اكتوبيك بريجنس. طب افرض انك انت عملت الترا ساوند للعيانه دي اللي هي بريجنستاس بوزيتيف بتقول لك انا الدوره يعني مأخرة عليا اسبوعين وعملت اختبار حمل في البيت بتاع اليورين ده وطلع فعلا بوزيتيف. يعني هي كده حامل كام اسبوع؟ اكتر من اسبوعين. تاني دكاتره هي بتقول لك انا يا دكتور الدوره اخرت عليا اسبوعين فعملت اختبار الحمل بتاع البول ده جبته من الصيدليه وطلع ان انا حامل. يعني هي كده حامل كام اسبوع؟ ستة اسابيع. مين بيقول ستة اسابيع؟ مين عنده اقتراح اخر؟ ايوه الناس اللي ما رفعوش ايدهم لان انا اللي رفع ايده اقل من ثلث اللي قاعدين فاللي ما رفعوش بقى الثلثين التانيين يعني من 2 ل 6 اسابيع. يعني ايه من الاثنين ل 6 بقى؟ في اقتراح اول مره اسمعه في حياتي اللي هو من 2 ل 6. انت حامل قد ايه يا مدام؟ يعني من اسبوعين لشهر ونص. ايوه يعني انا اختار ايه بقى؟ انت حامل اسبوعين؟ ده انا الدكتور اللي بقولها انت حامل اسبوعين او شهر ونص. ايه رايكم ممكن تبقى حامل اسبوعين؟ لا هي الدوره مؤخره عليها يعني هي at the time of expected menses she didn't have any menses اخرت الدوره اسبوعين بعد الاكسبكتد ديت بتاع المنسز اللي هي ما نزلتش فيه. يعني هي احنا بنحسب البريجننسي من الفيرست داي اوف لاست منسترال بيريد. يعني اخر دوره هي شافتها كانت من امتى؟ كان من 6 اسابيع من شهر ونص بالظبط كده. تبقى هي حامل 6 اسابيع هل ليها بوسيبيليتي اخرى؟ لا هي حامل 6 اسابيع فهي حامل 6 اسابيع. فانا رحت اعمل لها على فكره المفروض ان الحاجات دي ما كانش يبقى فيها ديسكشن يقول يعني هي حامل كام 6 اسابيع فروح مكمله لكن احنا بنقعد بنتكلم في حاجات اللي هو انا اي نيفر اكسبكتد انها هيبقى فيها ديسكشن ولا ده. طيب فهي دلوقتي انا عرفت ان هي حامل 6 اسابيع اعمل لها الترا ساوند ولا لا؟ هو البريجننسي بيبان باي الترا ساوند حد يعرف عند قد ايه؟ خمس اسابيع. من اول خمس اسابيع يبتدي يبان بالترانسفيشنال سونوجرافي وست اسابيع بالابدومنال. فبالتالي انا ممكن طبعا اعمل لها الترا ساوند عشان اشوف البريجننسي. عملت لها الترا ساوند وما شفتش حاجه شفت امتي يوترس وما شفتش حاجه في الادنكس اقول لها ايه؟ ايه رايكم؟ يعني انت دلوقتي جات لك عيانه بتقول لك انا الدوره اخرت عليا يا دكتور اسبوعين فعملت اختبار حمل في البيت وطلع موجب فانا دلوقتي اعملي بقى سونار عشان اطمن على البيت. حاضر يا مدام اتفضلي نعمل سونار بصيت في الالترا ساوند امتي يوترس فري ادنكسا ايه رايكم؟ ايه الديفرنشال دياجنوستس بتاعك؟ اكتوبيك
افندم ابدومينال اكتوبيك، هل ده يور فيرست ديفرنشال دايجنوز ابدومينال اكتوبيك؟ هو اصلا الاكتوبيك مش الفيرست ديفرنشال دايجنوز. ليه؟ لان النورمال بريجنسي هو اللي مور كومن عن الاكتوبيك. وكمان لو قلنا اكتوبيك اكيد مش الابدومينال هيبقى فيرست، لان هو باي فار التوبل هو الكومن. فدايما نفكر يا دكاتره واتس كومن از كومن. طيب يبقى كده ايه الفيرست ديفرنشال دايجنوز بالنسبه لك؟ افندم هي ممكن تبقى عدى غلط او البيري بتاعتها الريجولر، فبالتالي تبقى انت ده هي مش حامل 6 اسابيع، ده ممكن تبقى حامل مثلا 4 اسابيع وشويه، قربت على 5 اسابيع، فاللي هو ما يبقاش باين بالالترا ساوند، لسه ما بانش بالالترا ساوند. ايوه يعني عمل لها ايه؟ عمل لها بيتا اس جي. بالظبط كده، عمل لها بيتا اس جي وحاجه اسمها دبلين تايم، اللي هو بعمل بيتا اس جي كويس وبريبيت البيتا اس جي ده في نفس المعمل وكل حاجه، لان لو ريبيتد في معمل ثاني الكيس بتبقى مختلفه. فلما بتعمله في معمل بتقول لها بعد 48 ساعه عندي تاني البيتا اس جي. افرض ذا فيرست ريدنج اوف بيتا اس جي بتاعها كان 800، انت المفروض عن 800 تشوف حاجه باي الترا ساوند. لا، المفروض ان انا الديسكريميشن زون بتاعتي، يعني ايه ديسكريميشن زون؟ يعني امتى اشوف بريجننسي؟ بريجننسي لما يكون باي ترانسفيجنال سونوجرافي اكتر من 1000 ونص، لكن 800 انا مش المفروض اشوف حاجه ولا انترايتراين ولا اكسترايتراين. فبالتالي لما لقيت البيتا اس جي 800 وهي جايه لي، انا مش عارفه يا دكتوره ده طلع الرقم كده، هو انا حامل ولا مش حامل، والحمل كويس ولا في مشكله ولا ايه؟ اقول لها ايه؟ نستنى شويه ونشوف، لان انت حامل طبعا يا مدام، بس عشان نطمن ان الحمل ده جوه الرحم وكويس وما فيهوش مشكله هنعيد البيتا اس جي بعد 48 ساعه. طب هذا الحمل اللي هو هي حامل وهي 800 بنقول عليه ايه؟ حد يقدر يقول لي كده؟ كيميكال افندم، كيميكال بريجنسي. كيميكال بريجنسي ده اللي هو يعني بوزيتيف، بس قليل قوي فيري ويك بوزيتيف، اللي هو يا دوب بس ادالك كيميكال بوزيتيف، لكن هو اكشوالي مش بوزيتيف. 800 دي مش كيميكال بريجنسي. كيميكال بريجنسي اتقال على بيتا اس جي فوق الخمسة، بس يعني ايه؟ قليل قوي، يعني اللي هو 20 30 حاجات كده، ده اسمه كيميكال بريجنسي. طب امال ده ايه؟ ده اكشوال بريجنسي. بس بريجنسي ايه؟ فين او ايه؟ اكتوبيك؟ لا، ده هو المور كومن انه يبقى انسايد يوترس. يعني فين السايت اللوكيشن بتاعه؟ لسه ما نعرفش. بالظبط كده، لسه ما نعرفش، او بنقول عليه pregnancy of unknown location، وده ترمينولوجي معترف بيه عادي، pregnancy of unknown location، لسه مش عارفين مكانه فين. انت فعلا حامل، وطبعا مش تقول للعيانة انت حامل ما نعرفش مكانه فين، لان العيانة مش هتفهم الكلام ده. فانت بتبقى بالنسبه لك، او لو جيت تكلم حد ميديكال يعني تقول له بريجنسي يبقى انه لوكيشن، بس انت هتقول لها فعلا انت حامل يا مدام، بس لسه بدري ان احنا يبان بالسونار، فهتجي لنا الاسبوع الجاي او تعيدي البيتا اكس جي بعد 48 ساعه عشان نطمن على الحمل بتاعك. بعد 48 ساعه لقيت ال 800 دي بقت 600، هتقول لها ايه؟ تمام. هتقول لها ايه؟ ايه الدياجنوزس؟ في اقدر اقول دياجنوزس هنا ولا ما اقدرش؟ يعني ال 800 دي كويس، هي كانت الفيرست ريدنج بتاعتنا 800 كويس، لما هي عادتها لقيتها بقت 600، هقول لها ايه؟ 600 يعني هي كانت 800 فيرست ريدنج، 800 ثاني ريدنج كان 600، 600 ابوشن. ثراتند، مين بيقول ثراتند ابوشن؟ لا مش ثراتند طبعا، ثراتند ده هيبقى الدبلنج عادي جدا، هيبقى عارفه 600 لانه ده هيلثي انترايم بريجننسي ليفنج. طب امال ده ايه؟ مست ابوشن. ولو كان هي بقى عندها بليدنج او كان، نشوف بقى هو انكمبليت ولا كمبليت ولا ايه وضعه ده، بس هو ده مست ابوشن او انكمبليت ابوشن، او لان هي مش جايه لي ببليدنج، عشان كده مش قادره اقول ان هو يعني ده انكمبليت ابوشن او كمبليت ابوشن او ايه، هي جايه لي بس كده يعني مكرر انها بتتابع، وانا قلت مين انا ما شفتش حاجه في 800 وده طبيعي فبنعيده. فال 600 دي ابوشن وتعرف بقى التايب اوف ابوشن. طب هتعمل لها ايه؟ 800 اللي بقت 600 وانت مش شايف ولا حاجه انترايتران ولا اكسترايتران. في ناس بتقول لابراسكوب، تحب تعملها لابراسكوب؟ اشوف ايه اساسا؟ ده هو اصلا بريجننسي ابورشن انسايد وما بينزل. طب ها تعملوا لها ايه؟ تعملوا لها ايه؟ انتوا قاعدين في العياده يا دكاتره وجات لك العيانه دي اللي هي بتتابع معاك حبل عادي، وانت عملت لها البيتا اس جي لقيتها 800، عيدتها لها بعد 48 ساعه لقيتها 600، ها؟ هسيبها استنى عليها، ما هو بينزل لوحده، ما هو سبونتينيوس ابوشن، ما ممكن يعني ماشي هتعيد لها ثاني بيتا اس جي لحد ما يبقى نيجاتيف دبلنج، يا اما الاسبوع اللي بعده، ما هي ما فيهاش مشكله، مش كده ولا ايه؟ يعني ما فيش اي مشكله خالص، سيرفكس كلوزد، وهي يعني ممكن يكون هي بتسقط، او يعني سبونتينيوس ابورشن اللي هو اكتر من 15% سبونتينيوس بريجنسي لاس عادي خالص، مش محتاجه تعملها حاجه، مش كده ولا ايه؟ طيب لو ال 800 في حد معترض على المانجمنت؟ لا،
ريفر للمانجمنت. طيب افرض ان ال 800 دي لقيتها بقت 1400. ايه رايكم ال 800 بقت 1400؟ مين بيقول ده healthy intrauterine pregnancy؟ دايما العيال ماشيه. مين بيقول لا ده this is not a healthy intrauterine pregnancy؟ يقول لي ليه؟ ليه مش healthy intrauterine pregnancy؟ ما حصلش الدبلنج. يعني ايه ما حصلش الدبلنج؟ هو يعني ايه definition of doubling؟ يعني بيزيد بعد 48 ساعه اكتر من 75%. هو زاد اكتر من 75% ولا ما زادش اكتر من 75%؟ زاد. طب يبقى كده حصل دبلنج ولا ما حصلش دبلنج؟ يبقى ده healthy intrauterine pregnancy ولا لا؟ ده healthy intrauterine pregnancy. جميل يا مدام والحمل كويس وكل حاجه. ايوه يعني ممكن نعمل الترا ساوند ونشوفه؟ لا برضه لسه ده 1500 هو اللي انا بشوف لسه ما شوفش. تعالي لي كمان اسبوع نعمل الترا ساوند ونشوفه بيلعب كل حاجه. طيب افرض ان هو ال 800 دي كويس؟ لقيت ال 800 دي بقت 1000 كده مش كده. ايه زاد ولا ما زادش؟ زاد. بس زاد دبل يعني دبل؟ لا. فبالتالي ده ايه؟ ده اكتوبيك براكتس بالظبط كده. ده يساوي اكتوبيك برجنسي على طول. فالاولانيه كانت ابورشن الثانيه ده هيلث انترايترام برجنسي بيدبل عادي لانه بيزيد اكتر من 75% في ال 48 ساعه. لكن الثالثه دي هي اللي اكتوبيك براكتس. ايوه يعني اعمل بقى الترا ساوند عشان اشوف الاكتوبيك فين؟ برضه لا لاني مش هشوفه لان هو اقل من الديسكريميشن زون. والديسكريميشن زون بتاعتي هي ال 1000 ونص. اي يعني اعمل لها ايه؟ هنشوف في المانجمنت دلوقتي مانجمنت اوف اكتوبيك بنعمل. فاحنا اول احنا بنتكلم على الانفستيجيشن اول حاجه قلنا بنعمل الترا ساوند ونشوف عندنا اكتوبيك ولا لا باين يعني امتي يوترس وادناكسال ماس او في بالسيشن كده في الادناكسا او كده. فده اول طريقه ان احنا نعمل دايجنوز. طب افرض ان هو لا اي دينت سي اني ثينج جوه اليوترس ولا بره اليوترس وانا شاكه انه اكتوبيك لان هي الكامبين المين كامبين بتاعنا بين. هو مش المفروض ان يبقى في بين اللي هو ادناكسال بين يعني او ايلياك فاسا بين. هو ممكن يبقى لو هي بتابورت يبقى في سنترال او سوبرا بيبك وكمان يبقى معاها بليدنج. لكن دي ولا عندها بليدنج وعندها بين بس. فشاكه انه اكتوبيك بالرغم ان انا مش شايفه اي حاجه بالالترا ساوند. فقلت لها تعمل لي بيتا اس جي ودبلنج تايم عشان ادايجنوز الاكتوبيك برينس. فهم دول الوسيلتين اللي احنا بنستخدمهم يا اما الترا ساوند ان انا اشوف انتي يوترس وادناكسال ماس او ادناكسال فولنس لو البيتا اس جي اكتر من الديسكريميشن زون اللي هو باي تي بي اس اكتر من 1000 ونص. باي تي اس ترانس ابدومينوسونوجرافي بيبقى اعلى 6000 ونص بس في مكان بيشوفوه لحد 3 ونص بس هنفضل ل 6000 ونص لانه الكتاب عندكم كاتب 6000 ونص. وبعدين ممكن يبقى بيتا اس جي لو هو كان لسه ما وصلش للديسكريميشن زون او انا مش شايفه حاجه خالص ولا جوه ولا بره فبعمل لها بيتا اس جي. وبعدين اعيد لها دبلنج تايم. يعني ايه دبلنج تايم؟ يعني المفروض ان هو يزيد اكتر من 75% بعد 48 ساعه. ده نورمال دبلنج. لو ما حصلش الكلام ده يبقى ده اب نورمال دبلنج يعني بيزيد بس مش الدبل. فده اكتوبيك برجنسي ديفنتلي. لو بيقل يبقى ده ابوش. فده ازاي ان انا بعمل البيتا اس جي والدبلنج عشان افرق بين ثلاثة تايبس بتاع البليدنج الايرلي بريجننسي سواء كان هيلثي انترايتراين وعندها ثريتند ابورشن او ابورشن اللي هو ميست او انكمبليت او كده او اكتوبيك برينس. طب امال لو بيزيكلي هرمون اللي هناخدها بعد بكره؟ لا ده هي اول ريدنج مش هحتاج اعيد. اول ريدنج هتلاقيها بقى 100000 ما اعرفش ايه يعني حاجه عاليه قوي مش هتحتاج انك انت تعمل لها دبلنج تايم لان هي اصلا البيلا هي اللي بتسكريت وفي البيزيكلي هرمون زي ما هنشوف ما فيهاش غير بيلا. فده بالنسبه للانفستيجيشن. هل تحب بصراحه لو الزيادة اللي بيتا اتش سي جي زادت بس ما زادتش اللي هي دبلنج تايم ده ما ينفعش يبقى ابورشن برضو انا بتاول هي طالما بتزيد كويس دبلنج يبقى ده هيلثي انترا ترانس دبلنج يعني 800 بقت 1000 مثلا ده اكتوب ما ينفعش تبقى لا ما ينفعش تبقى انفيتابل ده يعني يا اما ده فبينزل يا اما ليفنج وبيدبل نورمالي لان هو ليه هو يا جماعه بيدبل اب نورمال لانه موجود في مليو مش 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 اللي هو يعني ما فيش بقى الاندوميتريوم والديسيديو وكده. فبالتالي الفيلاي دي السكريشن بتاعها برده يعني بيزيد لانها ليفنج فيلاي لكن مش لدرجه ان هو يبقى دبل. لكن الانفيتابل ابورشن ده موجود انترايتراي فلو هو ليفنج ده موجود انترايتراي فده مش هيبقى فيه بروبر دبل. اوكي فما قدامناش حاجه لو لقيناها بيقل يبقى لازم يبقى بوش. لقيناها بيزيد اكتر 75% يبقى هيلثي انترايتراين بريجننسي فممكن لو هي عليها بيدنج بقى اسمه ثريتند ابوش. لو لقينا ان هو بيزيد بس مش بيدبل ده يبقى اكتوبيك بريجننسي. فاي مكان بقى اكتوبيك من اي حته يا يعني اما سيرفايكال يا اما التوبل كده. بس طبعا اول حاجه بتخطر على بالنا هو التوبل ده اكتر من 95% تشوب. في سؤال هنا يا دكاتره؟ مش المفروض يبقى في فاكتورز ما بين الموريولا وما بين الاندوميتريوم عشان يحصل اللي هو
ديفلوبمنت للبلاسنتا ولا يعني مش متخيل ليه اي حته تروح فيها الموريلا حتى امبلانت اي لايننج زي لان كل اللايننج ما هو مش هي ميكوزا سيميلر مش كده ولا ايه هي عايزه والميكوزا كلها بيحصل لها سيرتن سيكريتوري تشينجز ده حتى في الفاجينا بيحصل مش خدنا الفاجينا الماتوريشن اندكس يعني السيكريتوري تشينجز دي مش بس بتبقى موجوده في اليوترس هي مينلي في اليوترس لكن بقيه الحاجات اللي فيها الميكوزا زي الفالوبيان تيوب زي السيرفكس الاندوسيرفايكال كانال زي في الفاجينا كل ده هيبقى فيها سيكريتوري تشينجز فات اني سايد ممكن ان هو يحصل امبلانتيشن بس ده اب نورمال امبلانتيشن فبالتالي اب نورمال ديفلوب اوكي دكتور يعني هي 800 بقت 1000 يا جماعه الابورشن لازم ما ينفعش ان الابورشن يزيد ابنورمال اللي بيزيد ابنورمالي ده معناه ان هو في pregnancy ongoing pregnancy ongoing امال الابورشن ده ايه لا ده pregnancy بينزل مش ongoing it's not ongoing خلاص فالpregnancy اللي ongoing الوحيد هو الثريتند ابورشن وده هيلثي ده هيلثي طب في بليدنج ايوه بليدنج بس مش بيأثر على الفايابيليتي بتاعه الفيلاي وبتاعه البيبي خلاص فهو ده برده هيلثي انترايتراند اللي هو الثريتند فبيحصل له دابلنج عادي خالص طيب امال الاكتوبيك الاكتوبيك ده لسه ليفنج خلاص الاكتوبيك ده ليفنج الا بقى لو هو كان تشوف الابورشن الا لو كان تشوف الابورشن طب سؤالي هنا هل انا يعني دي ممكن تبقى تشوف الابورشن ال 800 بقت 600 ممكن تبقى تشوف الابورشن ميبي يقول ابتدت ان هي يحصل لها ابوش مش رابتشرها يعني البلاي فات تموت برغم ان هي اكتوبك تشوب البراجنسي وبينزل يعني هعمل لها ايه نفس المانجمنت برضو نفس المانجمنت يعني فولو اب يعني هقدر افرق ما بين اذا كان تشوب الابورشن او يتراين ابورشن عادي لا مش هقدر هو لازم افرق لا برضو مش لازم الاثنين بيابورتو سواء ابورتد على بره ولا ابورتد على جوه ما هو ابورشن يعني كده كده بتدايل باللايف وده حاجه اورجانيك فبالتالي هتبقى ابزورب بالجسم وخلاص ومش هيحصل اي مشكله خالص اوكي واضح يا دكاتره طيب افرض انك انت عملت لاباراسكوبي هل اللاباراسكوبي از نيدد فور تو انفستيجيت كيس اوف اكتوبيك بريجنسي لا لا اتس نوت نيدد ات اول خالص لان انت يا اما بالالترا ساوند لو اكتر من الديسكريميشن زون انت يور جوينج تو دايجنوز ات او لو هو اقل من الديسكريميشن زون يو ار جوينج تو دو البيتا اس جي اند دبلينج تايم اند يو ار جوينج تو دايجنوز الاكتوبيك فانت يو دونت نيد تو دو لاباراسكوبي تو دايجنوز اكتوبيك بريجنسي طب افرض انك انت كنت بتعمل لاباراسكوبي فور اني ريزن او العيانه عندها بين وجايه لك بالسيفير بين وكده وانت مش فاهم ايه ومش لو مثلا ما عندكش بيتا اس جي ما يكونش طبعا ما عندكش بيتا اس جي وعندك لاباراسكوب بس وات ايفر يعني فجات لك العينه فور اني ريزن عملت لها لاباراسكوب هل اللاباراسكوبي هيبين الاكتوبيك بريجنسي ولا لا؟ ده لازم بقى يعني ده مش كده ولا ايه ده انا بعينيا بشوف هنبان في صوره ايه؟ تعالوا نشوف صور كده منظر بليدنج كويس
فعملت انت فانت بتعمل لها differential diagnosis of chronic pelvic pain، فلقيت ان هي لا دي عندها ectopic pregnancy، تعمل ايه؟ لازم ساعتها اعمل له management، حتى لو ممكن ان هو يبقى medically managed يعني criteria fulfilling، ما انا خلاص فاتحة فبالتالي هي خدت الريسك بتاعه اللاباروسكو، فاكمل المانجمنت بتاعي باي لاباروسكو. يعني احنا مش بتجو فور لاباروسكوبي ايميديتلي، غير ان احنا بنشوف الاول اذا كانت ممكن ان هي فولفيلينج كريتيريا فور ميديكال تريتمنت اوف ايكتوبيك بريجننسي ولا لا. طب تعالوا نشوف المانجمنت اصلا بتاع الايكتوبيك، ايه الاوبشنز اوف مانجمنت؟ كونزرفاتيف مانجمنت، ايه رايكم؟ مش هيكمل ده كونزرفاتيف لو كان يعني كونزرفاتيف يعني ما لهاش اي حاجه خالص، جاست فولو اب. لو هي هتعمل ابورشن، لو هي هتعمل ايه؟ ان هي تعمل ابورشن، انا هعتبر ابورشن خلاص، هيبقى الدبلين تايم ايه بيقلل، يبقى كده ده ما مسموح حتى لو هو اكسبت تيوب الابورشن هيبقى اسمه ابورشن خلاص. فبالتالي المانجمنت بتاعنا هل ممكن يبقى كونزرفاتيف في الاكتوبيك؟ لا مش ممكن. طب ايه ده عشان مره جايه هتيجي تقول ده مكتوب في الكتاب ممكن يبقى كونزرفاتيف؟ ايوه عشان تيوب الابورشن، بس اكشوال تيوب الابورشن هيبقى الدبلين تايم بيقل، فبالتالي ده اتس نوت انكلودد. فهو امتى كونزرفاتيف؟ لو كان تيوب الابورشن اللي هو انت اصلا يو ويل نوت دايجنوز ات از ان اكتوبيك، يو دايجنوز ات از ابورشن. طب خلاص يبقى كده ما فيش بقى للاكتوبيك اللي هو احنا نتكلم عليه اللي هو الاكتوبيك كونزرفاتيف. امال هتعمل ايه مانجمنت للاكتوبيك؟ في حاجه اسمها ميثوتريكسيت، طبعا ممكن نشيله، طبعا ممكن نشيله، بس انت لو شلته انت هتشيل ايه؟ تيوب. انت ممكن تبقى مضطر تشيل التيوب كلها، لان التيوب هنا افكتد. حتى لو انت مثلا عملت سامبنجاستومي اوبننج في التيوب وريموفال للجستيشنال ساك وسبت التيوب زي ما هي، ما هي الفانكشن بتاع التيوب مش بس اتس بايب، والا كان ممكن نشيلها ونحط مكانها جرافت زي بيستخدموه بتوع الفاسكولار. ما بنعملش كده ليه؟ لان هو السينيور ريموفمنت والبيرستالتيك موفمنت هو ده اللي مهم، يعني مش بس بيتنت تيوب. فانت لو عملت قصه السامبنجاستومي دي ممكن ان هي يحصل ايه بعد كده؟ يعني بمعنى انه يحصل ايه بالنسبه للاكتوبيك؟ ريكرنس عالي، ريكرنس ريت بتاع الاكتوبيك هيبقى عالي جدا انك انت بس عملت سامبنجاستومي وسبت التيوب. طب امتى بضطر ان انا اسيب التيوب؟ لو هي مثلا كانت التيوب الثانيه متشاله لسبب ما، او عندها كان فيها اكتوبيك او كده، فبالتالي يعني بتحاول انك انت تكونزرف هذه التيوب اللي بالرغم ان فيها اكتوبيك بريجنسي على امل ان هي تشتغل نورمال. طب لو انت شلت لها بوث تيوبس الست دي ممكن تحمل ولا لا؟ تحمل بس اي دي اس، بس انت كده حكمت عليها كل ما تعوز تحمل لازم تروح تعمل اي دي اس، ما ملهاش حل تاني. طب يبقى نرجع تاني المانجمنت بتاع الاكتوبيك ايه؟ لو في حاجه ميديكال تقتل البيبي او الكريونيك فيلاي او كده ده يبقى حاجه هايله، لان انت كده اثرت على الفانكشن بتاع التيوب. لا انت بس انديوست ابورشن بالظبط كده. طب هل ممكن اديلها بروستاجلاندين زي ما بندي في الاندكشن اوف ابورشن بروستاجلاندين تعمل كونتراكشن مش هو ده، لان هو مش يوتراين فهتعمل كونتراكشن وتنزل البيبي؟ ما هي ممكن تعمل كونتراكشن وتنزله في ده وهمارش كبير، يعني ايه اللي ضمني ان هي تنزل في الناحيه الثانيه؟ طب ازاي اقتل الكريونيك فيلار؟ كيموثيرابي، واشهر كيموثيرابي احنا بنستخدمه في النساء يمكن الوحيد اللي احنا بنستخدمه قوي في النساء هو الميثوتريكسيت. الميثوتريكسيت يا دكاتره هو ده انتي دي ان اي وبيقتل الكريونيك فيلار، فعشان كده ممكن اديها ميثوتريكسيت. يعني طبعا لو هي جايه لك في شوك هتعمل لها انتي شوك ميجرز، لو هي مش جايه في شوك فهي عندها بس اكتوبيك ويدايجنوز الاكتوبيك بريجننسي بالدبلينج تايم وهي فايتال ستيبل وما فيهاش اي حاجه خالص وعندي ستورد اكتوبيك يعني ما فيهاش انترابيريتونيال هامرج ولا حاجه، فدي طبعا كرايتيريا ان انا استخدم الميديكال تريتمنت. لان هي لو جايه لك في شوك لو عندها انترابيريتونيال هامرج هتقدر تديها ميديكال تريتمنت؟ لا، انت محتاج واحده ستيبل فايتال ستيبل والاكتوبيك ده يبقى لسه عندي ستورد بحيث انك انت تستخدم ميثوتريكسيت. لكن لو هو ديستورد وعمل لها هامرج انترابيريتونيال هامرج او ان هي جايه لك في شوك ما ينفعش انك انت تستخدم ميثوتريكسيت، لان ميثوتريكسيت ده هياخد وقت ومحتاج انك انت بتقعدها في المستشفى وبتعملها فولو اب عشان تطمن فعلا ان هو بيحصل ايه. يعني ايه هو هيحصل داش للكوليونيك فيلاي في صوره ايه؟ انا هعرفه ازاي؟ اس جي بي ال بالظبط كده. فبعمل لها وهي عندي، ليه وهي عندي في المستشفى؟ عشان لو حصل ان هو مش هي شيز نوت ريسبوندنج للميديكال تريتمنت ويبتدي ان هو يعلى برده الميثوتريكسيت ويحصل انكريز بس مش بيدبل لان هو اكتوبيك وممكن يحصل لها ديستربنس ات اني تايم، فلازم تبقى عندي في المستشفى وانا بعدها بعمل لها بيتا اس جي بعيده ثاني عند اليوم الرابع بعد ما ادي الميثوتريكسيت واعيده ثاني عند اليوم السابع، يبقى بعيده داي 4 اند داي 7 عشان اتاكد ان هو بيقل. بيقل قد ايه؟ بيقل على الاقل 15%. يعني اعمله الاقي ان هو بيقل على الاقل 15% يبقى هي شيز ريسبوندنج تو ميثوتريكسيت. يبقى كرايتيريا تو جيف ميثوتريكسيت اول حاجه ان هي تبقى فايتال ستيبل وان هو ما يكونش ديستورد اكتوبيك بريجننسي وما عندهاش انترابيريتونيال هامرج ولا حاجه. في كرايتيريا ثانيه تبقى عايزه تبقى موجوده عشان تبقى مطمن وانت بتدي الميثوتريكسيت ده، مش عندها
مش حامل. الايدج اوف بريجنسي. طب الايدج اوف بريجنسي لو احنا عايزين، لانه الجستيشنال ايدج ده ممكن يبقى حاجه فاريبل، طيب انا هعرفه ازاي؟ باي الترا ساوند. الساك، حجم الساك قد ايه؟ كويس. والبيتا اس جي فاليو قد ايه؟ لو لقيت ان حجم الساك اقل من 3.5 سنتي، it is one of the criteria to give methotrexate. لكن لو حجم الساك كبير، لا مش هدي methotrexate، لان هو it's liable to rupture، لان هو الساك كبيره، فممكن قوي يحصل لنا disturbance at any time. نفس برضو الفكره لو البيتا اس جي كتير، ما هو لو هو كبير هيسكريت بيتا اس جي كتير، فلو اكتر البيتا اس جي من 6000 برضو مش هقدر ادي methotrexate، لو اقل من 6000 اقدر ادي methotrexate. طب لو لقيت ان هو الساك ده اللي هو 2.5 سنتي ابتدى يبقى فيه، لانه الساك لما يبقى 2.5 سنتي بيبقى فيه فيت البول اللي هو كراون رام لانس، لو لقيت الكراون رام لانس ده 1 سنتيمتر اللي هو 10 مليمتر، وفيه بالسيشن فيت الهارت بالسيشن اهو اقل من 3.5 سنتي، كويس، عملت بيتا اس جي طلعت ان هي 4000 بس في بوزيتيف فيت البالسيشن، ادي ولا ما اديش؟ ها يعني انا قصدي هل الليفنج او بالسيتنج هارت ده هيتحط في الكرايتيريا سواء كان بالسيتنج او نون بالسيتنج في ان انا ادي ميثوتريكسيت؟ هو انا خايفه من ايه؟ خايفه ان هو يحصل له ديستربنس ات اني تايم. امتى يحصل له ديستربنس ات اني تايم؟ لو كان بروليفريتنج اكتر فبيسكريت بيتا اس جي كتير، الساك كبيره، او ايه؟ او ليفنج طبعا، لان الليفنج ده بيتكاثر بالديفيجن بسرعه، فليفنج. فلو لقيت بالسيتنج فيتس ينفع ادي ولا ما ينفعش ادي؟ ما ينفعش ادي. فدي الكرايتيريا اوف ميثوتريكسيت، ودي لازم تبقى عارفينها كويس قوي، لازم تبقى عارفينها كويس قوي، غير انها طبعا بتتسال، هتتسال، بس لازم تبقى عارفينها كويس جدا ايه الكرايتيريا تو جيف ميثوتريكسيت. لازم تبقى هي فالتر ستيت وان ديستربد اكتوبيك بريجنسي، لازم يبقى البيتا اكس جي بتاعنا اقل من 6000، لازم يبقى البيبي الجستيشنال ساك بتاعنا اقل من 3.5 سنتي، ما يكونش فيه فيتال هارت بالسيشن، برضه فيتال هارت بالسيشن ما تكونش موجوده. الميثوتريكسيت زي اي كيموثيرابي يا دكاتره بيبقى ميتابولايزد في الليفر، وبرده بيبقى ميتابولايزد في الكيدني. فمعنى كده ايه؟ لازم تبقى الليفر اند كيدني فانكشنز كويس، والا هيبقى هيباتوتاكس توكسيك ونيفروتوكس. فبتطمن انه الليفر اند كيدني فانكشنز بتاعت العيانه كويسه، فدي الكرايتيريا اوف ميثوتريكسيت. بس انت بتدي ميثوتريكسيت ده انت ما عملتلهاش اي سيرجيكال انترفنشن، وما اثرتش على الموتيليتي ولا البريستالتيك موفمنت ولا السيبيا رياكشن بتاعتها، الا لو كانت هي بايظه من البريجنسي اللي كان موجود فيها، بس انت يو ديدنت اد سيرجري عشان تافكت كمان التشوز. فبالتالي طبعا الميثوتريكسيت يبقى لو الكرايتيريا بتاعته موجوده هيبقى ليه برايورتي في التريتمنت والمانجمنت بتاعنا عن ان انا اجو فور سيرجري، مش كده ولا ايه رايكم؟ لان هو احنا دايما بنجو من اللاس انترفنشن، فلما قادرين نعمل هذا اللاس انترفنشن ليه المور انترفنشن. فطبعا طبعا الميثوتريكسيت اول حاجه بنشوفها لو انا اي دايجنوز ان اكتوبيك بريجننسي في واحده فايتالي ستيبل ما فيهاش اي ديستربنس، مش ما فيهاش اي اكتوبيك ديستربنس، يبقى اشوف هي كرايتيريا ميثوتريكسيت موجوده ولا مش موجوده. لو لقيتها موجوده خلاص، اللي هو يعني الساك صغيره اقل من 3.5 سنتي، البيتا اس جي اقل من 6000، مفيش فيتال هارت بالسيشن، وهي فايتال ستيبل وانديستربد اكتوبيك، والبريجنس الليفر وكيدني فانكشن بتاعها كويسه، يبقى ساعتها ابتدي اديها ميثوتريكسيت قد ايه؟ 1 ملغ بير كيلوغرام بادولي انتراماسكولار انجكشن، وبخليها معايا وبعد لها تاني البيتا اس جي في اليوم الرابع، لان انا كان عندي ريدنج، فبقيسها تاني في اليوم الرابع اطمن ان هي بتقل على الاقل 15%، وقيسها تاني في اليوم السابع اطمن ان هي بتقل. دكتور هو هيحصل مايلد بليدنج في انتراكشنال كافيتي الجسم هيمتص عادي؟ مايلد بليدنج، لانه ده كانه تشوب الابرش، انت انديوسنج تشوب الابرش خلاص بالميثوتريكسيت. هو ما ينفعش الديفينيتي للتروبيك بريجنسي، هتموت الانترايتراكشن لان ده سيستميك، ان احنا بنديه انتراماسكولار، فلو هي عندها هيتيروتوبيك بريجنسي انت مش بتموت بس، اللي هو ايه اللي خليه يتارجت الاكتوبيك بس؟ هو انت بتديه انتراماسكولار فهيموت الاثنين، الانترايتراين والاكستراتراين. فلو انت عندك هيتيروتوبيك بريجنسي هيبقى التريتمنت بتاعك ايه؟ لازم سيرجري، لازم سيرجري، حتى لو هي فيها كل الكرايتيريا ما انت مش هتقدر، لان كده انت بتموت الاثنين. اوكي، طيب دي هتبقى امتى بندي ميثوتريكسيت، وازاي؟ قلنا لازم وانا بتابع الاقي بيقل اكتر من 15%، لو لقيته ما قلش ال 15% ممكن ادي سكند دوز، يعني ممكن بعد اسبوع اللي هو على اليوم السابع لقيته ما قلش ال 15% وهي لسه فولفيلنج الكرايتيريا ممكن ادي سكند دوز، لقيته بعد كده برده ما بيقلش لا خلاص بعمل لها سيرجيكال، مش كده ولا ايه؟ فده بالنسبه للميثوتريكسيت او امتى بدي ميثوتريكسيت. ممكن اعيده؟ ايوه، عيد الميثوتريكسيت حضرتك بتقولي يعني لو احنا بنعمله عند اليوم الرابع واليوم السابع، احنا ادينا دوز واحده في دي 1 وكنا عاملين اوريدي بيتا اس جي وعارفين الفاليو بتاعته، وبعدين اليوم الرابع انا ما اديتهاش حاجه ثاني، انا بديه وانس بير ويك، وانس ويكلي ماكسيمم مرتين وخلاص، خلاص
ولو في المرتين ما بيقلش اقل من 15% هقول not responding لميثوتريكسين واجو فور سيرجيكال تريتمنت. فانا لو هو عند اليوم السابع لقيت ان هو ما بيقلش ال 15% اللي انا عايزاهم يبقى ساعتها بدي دوز ثانيه. طب عند اليوم ال 14 لقيته برده ما بيقلش اعمل ايه؟ اعمل سيرجيكال بالظبط كده. فهو ده ازاي بندي الميثوتريكسين. فده بالنسبه للميديكال تريتمنت. طب افرض ان هي جات لي ولقيت ان هي شيز فايتالي ستيبل كويس يعني فايتالي ستيبل اه بس بعمل لها الـ بشوف الكرايتيريا لقيت ان هو مثلا فيتس ليفنج او البيتا اس جي عالي او يعني حاجه من الكرايتيريا بتاعت ان انا ما ينفعش اديلها ميثوتريكسين اعمل لها ايه؟ انهي نوع من السيرج؟ لاباراسكوبي ولا لابراتومي؟ تفضلوا ايه؟ اه لانه لاس انفيزيف كويس فافضل نعمل لها لابراسكوبي. تعمل لها سالبنجستومي يعني اوبننج في التيوب واشيل الجستيشن ساك ولا سالبنجكتومي اللي هو ريموف ذا هول تيوب اللي فيها الاكتوبيك فراجمنت. طب افرض انك انت لقيت ان الناحيه الثانيه كويسه ما فيهاش حاجه وهي انرابتشرد تيوب يعني التيوب لسه انرابتشرد سالبنجستومي ولا سالبنجكتومي؟ هو انهي اللاس انفيزيف؟ اوستومي. يبقى تفضل تعمل لها انهي؟ مين بيقول سالبنجستومي؟ يا دكتور اكتومي عشان الريكرنس. ما احنا بنتكلم مع بعض اهو عادي يا دكاتره مش كده ولا ايه؟ نتكلم مع بعض. اختك جالها اكتوبيك بريجننسي كويس وجات لك وانت بتشوف معايا وكده لقيت ان هو كانت تتمنى تدي لها ميثوتريكسيت. دي اختك تتمنى تديها ميثوتريكسيت لقيت الكراتيريا ميثوتريكسيت مش موجوده بس هي بقت ستيبل وزي الفل. هتقول لك تعملي عمليه ليه؟ ده انا كلها فمعلش عشان ممكن يحصل لها ديستربنس ات اني تايم لابراسكوبي ولا لابراتومي. طبعا قلت لابراسكوبي فتحت عملت لابراسكوبي منظار وبعدين لقيت ان هي دي اول مره تعمل عمليات فبالتالي التيوب الثانيه سليمه ولقيت ان هي التيوب بتاعتها مش رابتشر. تعمل لها سالبنجستومي وتشيل الجستيشن ساك ولا تعمل لها سالبنجكتومي تشيل لها كل التيوب اللي فيها الاكتوب بريجننسي؟ مين بيقول سالبنجستومي ومين بيقول سالبنجكتومي؟ اللي قالوا سالبنجكتومي ليه؟ انت ليه فيه ركنز برضو عشان ما يحصلهاش ريكارنس. طب واللي قالوا سالبنجستومي ليه؟ لسه ممكن التيوب الثانيه يحصل لها مش كسر عشان ممكن التيوب الثانيه يحصل لها مشكله فاحنا بنجو في النيست انترفنشن على طب ما هو ممكن يحصل لها ريكارنس وممكن ما يحصلهاش. هو انت لما قلت ممكن يحصل لها وممكن ما يحصلهاش ايوه بس الانسنس اوف ريكارنس عالي لما اسيب التيوب ايوه بس الانسنس اوف انفيرتيليتي هيبقى عالي برضه لانك انت يو ريموف 50 يعني فيري بريشس تشوف الناحيه الثانيه اللي هو ممكن يجي لها تي اي دي ممكن يجي لها اكتوب ممكن يجي لها اي حاجه تضطر انك انت تشيل التيوب. عشان كده دايما في الطب يا دكاتره اتس رول ان احنا بنجو من اللاس انفيزيف طالما قادرين للمور انفيزيف. يعني ايه طالما قادرين؟ امتى مش هتقدر تعملها سالبنجستر؟ لو رابتشر تشوف خلاص بقى ما انا هعمل سالبنجستر ايه؟ ما هي رابتشر ما هي متبهدله وبايظه يبقى خلاص هعمل ايه؟ يبقى ساعتها اللي هضطر ان انا اعمل سالبنجستر. واضح يا دكاتره؟ دايما بنجو من اللاس انفيزيف للمور انفيزيف. عشان كده قلنا ميديكال تريتمنت باي ميثوتريكسيت لو الكرايتيريا موجوده لاباراسكوبي لو هي فايتال ستيبل سالبنجستومي لو التيوبز دي انتكت يعني التيوبز ما فيهاش اي رابتشر. فدي ازاي بنفكر او ازاي بنجو ميديكالي؟ ده عادي يعني في الطب ان جنرال انت بتجو ازاي مع العينه اللاس انفيزيف للمور انفيزيف عشان حتى يبقى عندك اوبشنز. ما انت كل ما تجو لاس انفيزيف بقى عندك اوبشنز. لو افرض المره الثانيه جالها ريكرنس اوف اكتوبيك بريجننس في الناحيه الثانيه الناحيه اللي كانت سليمه هتعملوا ايه يعني؟ فاهمين ازاي؟ فبالتالي خلاص يبقى احنا كده بنجو من اللاس انفيزيف للمور انفيزيف. فاحنا كاتبين المانجمنت بلان بتاعنا التريتمنت انتي شوك ميجرز. اه طبعا لو شوك كيف شيء شوك طبعا لو مش شوك خلاص مفيش انتي شوك ميجرز. الميديكال تريتمنت دي لازم تبقى العيانه دي فايتال ستيبل وانديستورد اكتوبيك بريجننسي الجستيشن ساك اقل من 3.5 سنتي البيتا اس جي اقل من 6000 وما يكونش عندنا فيتال هارت بالسيشن ولازم يبقى الكيدني والليفر فانكشنز دول نورمال. بديها ازاي؟ بدي الميثوتريكسين 1 ملي جرام بير كيلوجرام بادي ويت وبفولو اب عند اليوم الرابع واليوم السابع البيتا اس جي لقيتها بتقل اقل من 15% شيز ريسبوندنج تو ميثوتريكسيت وما فيش مشكله. لقيتها ما قلتش ال 15% ممكن ادي دوز ثانيه لميثوتريكسيت. لو بعد الدوز الثانيه برده ما بتقلش يبقى بجو فور سيرجي. طب لقيت الكرايتيريا مش موجوده او عملت هذه وطلع ان هو برده ما بيقلش يبقى هجو فور سيرجيكال لاباراسكوبي طبعا الفيرست اوبشن. ولو هي فايتالي ستيبل لكن لو هي فايتالي انستيبل يبقى بجو فور لاباراتومي. يعني ما ينفعش تبقى هي فايتالي ديستورد او شوك وانا ابتدي ان انا انفخ واعمل الكلام ده. لو هي شوك او فايتالي ديستورد يبقى انا بدلها بعلق لها الانتي شوك ميجرز وات ذا فيري سيم تايم لازم ان انا اريموف الاكتوبيك لانه ما هي اون جوينج بليدنج. ما انت حتى لو ما بتديلها ما هي بتنزل جوه
فانت بتديها while you are opening and treating ectopic pregnancy اللي موجود. فلو هي vitally stable بتجو for laparoscopy. لو هي vitally unstable while correcting الشوك اللي موجود بتجو for laparotomy. طب salpingostomy ولا salpingectomy؟ هو طالما ان انت هي vitally unstable غالبا دي بقت rupture، فعشان كده انا كاتبه قدام اللابراتومي salpingectomy. لكن في اللابراسكوبي انا كاتبه لك salpingostomy versus salpingectomy depending على البيكتشر اللي انت هتشوفها، هل التيوب دي ruptured ولا لا. ايه ده، هو ممكن التيوب تبقى ruptured وهي vitally stable؟ اه ممكن لسه early rupture، فممكن تبقى التيوب ruptured وهي لسه vitally stable، فانت عملت فعلا اللابراسكوبي. طب ازاي اعرف ان هو disturbed ectopic؟ by ultrasound. disturbed ectopic هل ممكن؟ طب بلاش، هل ممكن ان انا اعرف ان هو disturbed ectopic by ultrasound؟ اه ازاي؟ ها هلاقي ايه؟ اه هلاقي بليدنج في الدوبلس باوتش او فلويد في الدوبلس باوتش، ما مش عارف ان هو بلاد، انا هعرف بالالترا ساوند ان هو فلويد بريزنت في الدوبلس باوتش. فلو لقينا فيه فلويد في الدوبلس باوتش ده معناه ان هو ستارتنج ديستربنس للاكتوبيك بريجننسي. دكتور هو معلش ليه اللابراتومي لو هي انستيبل؟ فايتالي انستيبل اللاباروسكوبي يا دكاتره، انت بتنفخ بطن العيانه بجاز كويس عشان تشوف الاورجنز، لان لازم نبعد الانتيريور ابدومينال وول عن الاورجنز عشان نبتدي ان انا اشتغل واشوف البروسيجر ده. وانا كانت تفرق بطن العيانه وهي اوريدي شيء شوكت، ما ينفعش ان احنا نعمله. فانت لو هي شوكت بتعملي لها لابراتومي، لكن لو هي مش شوكت هو اللي ساعتها ممكن ان احنا نعمل اللابراتومي. في سؤال يا دكاتره؟ لا اسمه ايه؟ لا 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 لازم تعرف، يا نهار ابيض، ما ينفعش انكم ما تبقوش عارفين الميثوتريكسيت، فلازم تبقوا عارفين ميثوتريكسيت. ميثوتريكسيت ده هو الكيموثير اللي هنتكلم عليه كله في الفيزيكلور، ده الفيزيكلور مول كلها والكوليوكارسينوما كلها ميثوتريكسيت. ما ينفعش دي مين اللي هو مين؟ ايوه عشان لا مش كده، عشان ده معناها ان البيبي ده يعني ممكن يحصل ديستربنس ات اني تايم، لان اتز فيري هيلثي وجروينج، فممكن ات اني تايم يحصل ديستربنس. مش يعني قبل حتى اليوم الرابع واليوم السابع اللي احنا بنقول عليه، ممكن تاني يوم على طول تلاقي ان هو حصل ديستربنس. فاحنا لازم نبقى مطمنين برضو ان الميديكال، ما انت بتاخد ريسك بس كالكوليتد ريسك، هو ده اسمه كالكوليتد ريسك يا دكاتره. ما ينفعش الاقي بيبي عايش وبيبارسيت واقول لا لا انا برضو هديها ميثوتريكس، ده ان كالكوليتد ريسك، لان ات اني تايم ممكن يحصل لها ديستربنس ويحصل لها انترا بريتونيال هامرج عشان البيبي اللي بيبي. اوكي نبص كده على من اول خمس اسابيع بشوف اول حاجه بنشوفها جيستيشنال ساك. جيستيشنال ساك ده سواء كان اكتوبيك او انترا تراين، يعني ده النورمال جراف اللي بنشوفه باي الترا ساوند، ان انا اول حاجه بشوفها جيستيشنال ساك كويس. وبعدين لما الجيستيشنال ساك دي تبقى 2.5 سنتي ابتدي ان انا اشوف فيها فيتال بول اللي هو اليوك ساك. خلاص لو وصلت الجستيشنال ساك ل 2.5 سنتي وما شفتش يوك ساك يبقى كده معناها ايه؟ يعني هتقول ايه؟ يعني دلوقتي انت الجستيشنال ساك لقيتها 1 سنتيمتر وما لقيتش فيها يوك ساك، ده عادي. ما هو مش المفروض اشوف يوك ساك، زي بالظبط الديسكريميشن زون، مش المفروض ان انا اشوف يوك ساك او فيتال بول غير لما تبقى الجستيشنال ساك بتاعتنا 2.5 سنتي. طب شفت قبل كده؟ عادي برضو حلو ما يجراش حاجه، بس وانس انها وصلت ل 2.5 وكبرت لدرجه بقت 2.5 سنتي ما ينفعش ان برده ما اشوفش فيها فيتال بول. يبقى معناها ان دي ايه؟ دي هيلثي ولا ان هيلثي؟ ان هيلثي. فدي ميست ابورشن او ان امبريونيك ساك او بلايتد اوفم، يعني وان اوف ذا تايبس اوف ميست ابورشن. لكن لازم طالما ان انا وصلت ل 2.5 سنتي انه يبان لي فيها اليوك ساك او الفيتال بول. طيب بعد اليوك ساك ده
نفسك بيبتدي تكون حاجه اسمها كراون راوند لينث راوند لينث او اللي هو الفيتال ديسك مش الفيتال بول بقى ده فيتال ديسك كامل فيتال ديسك اللي هو احنا بنقيسه باي الترا ساوند بالكراون رام لينث اللي هو من اول حته من اول فوق لحد تحت ده اللي هو الفيتال ديسك فالفيتال ديسك ده يبتدي يبقى صغير يعني 1 ملم 2 ملم 5 ملم لحد ما يوصل ل 10 ملم ال 10 ملم كويس لازم الكراون رام لينث ده اشوف فيه بوزيتيف فيتال هارت بالسيشن ما ينفعش ان هو يبقى وصل ل 10 ملم او 1 سنتيمتر الكراون رام لينث وانا ما شفتش فيه فيتال هارت بالسيشن طب افرض ان هو وصل ل 1 ملم او لقيته ل 1 سنتيمتر اللي هو لقيتها 12 ملي 15 ملي وبرده انا مش شايف فيه فيتال هارت بالسيشن يبقى ده ايه ده اللي هو اسمه ايه ده ميست ابورشن هل اقول عليه بلايتد اوبم او امبريونيك ساك لا ده في امبريو هو جوه بس ده فهو ده اسمه ميست ابورشن طب افرض ان انا بعمل الالترا ساوند ولقيت الامبريونيك ديسك ده ولقيت ان هو 7 ملي لسه عادي هو في نبض يا دكتوره ولا ما فيهوش نبض لا ما فيهوش نبض ايه ده ازاي ما فيهوش نبض عادي يا مدام هو النبض ما بيتكونش غير عند 10 ملي فالمفروض على الاسبوع الجاي تعالي لي الاسبوع الجاي نعيد السونار ساعتها هنشوف ايه الفيتال هارت بالسيشن لان الفيتال هارت بالسيشن ما بتبانش غير عند او يعني المفروض ان هو باي 10 ملم تبقى باينه بانت لنا عند 9 عند 8 خير وبركه ما بانتش بنستنى لحد 10 ملم لكن ايه بقى 10 ملم او 1 سنتيمتر انا اي ديدنت سي فيتال هارت بالسيشن يبقى خلاص ده دايجنوستس ايكوال ميست ابورشن وبيو ار داين تو المانج الميست ابورشن فدي حاجات مهمه جدا عشان تبقى انت عارف بتعمل ايه يعني جيستيشنال ساك لو وصلت لحد 2 سم ونص يبقى ساعتها لازم انك انت تشوف فيتال بول ما شفتش بول يبقى اسمها ان امبريونيك ساك او بلايتد اوفم فور مانجمنت طيب بالنسبه بعد كده الديوك ساك ده لا ده المفروض ان هو يبان عند 2 سم ونص لان هو ده الفيتال بول ويبتدي يكبر بقى الفيتال بول ده يكون لك الامبريونيك ديسك كويس الامبريونيك ديسك لما يوصل لحد ال 10 ملي او ال 1 سنتيمتر ساعتها لازم برده انك انت تشوف فيه فيتال هارت بالسيشن لو ما شفتش فيتال هارت بالسيشن يبقى انت برده يو دايجنوز ميست ابورشن فور المانجمنت بتاع الميست ابورشن واضح طب انا ليه شرحته هنا ده اساسا اكتوبيك لان شفت في الصوره فوق انه في عندنا جيستيشنال ساك وفي ايه كمان في يوك ساك او فيتال بول طب ده تبقى وان اوف ذا كرايتيريا تو جيف ميسوتريكسيت ولا لا مين قال اه على حسب ايه طب انا قلت لك الجستيشن ساك اهو الجستيشن ساك اهو 2.5 سنتي كويس وفي فيتال بول دي وان اوف ذا كرايتيريا تو اند اتس ان اكتوبيك بريجننسي يو جيف ميسوتريكسيت ولا ما تديش ميسوتريكسيت مين بيقول اه عايز ميسوتريكسيت مين بيقول لا ما تديش ميسوتريكسيت على حسب يا فايتال سيبل ايوه انا تمام فايتال ستيبل وزي كله مش ديستورد ولا رابتشر ده هو لاي حاجه والليفر فانكشنز كويسه والكيدني فانكشن كويس على فكره هو ممكن في الكيس ما يقولكش ليفر اند كيدني فانكشنز نورمال باي ديفولت طالما ما قالش تبقى نورمال ولا اب نورمال تبقى نورمال لان هي لو اب نورمال اللي هيقول لك لو ما قالش تبقى نورمال خلاص فبالتالي هي طالما انا ما قلتش يبقى المفروض ان هي باي ديفولت تبقى فايتال ستيبل وعند ستورد وكده فبتكلم في الاليمنت اللي احنا بنشوفه باي الترا ساوند هنا كويس والبيتا اس جي اقل من 6000 ولقيت ان هو ده 2.5 سم وفي فيتال بول تدي ميسوتريكسيت ولا ما تديش ادي ميسوتريكسيت ادي لان مفيش فيتال هارت بالسيشن ايوه في فيتال بول ايوه بس ما هو عادي يبقى في فيتال بول انا بتكلم على البالسيشن على البالسيشن لكن لو لقيت ان ده في كراون رام لينث رغم ان هو 2.5 سم وكراون فيتال ديسك وكراون رام لينث 1 ملم وفي فيتال هارت بالسيشن ساعتها حد ميسوتريكسيت ولا ما ينفعش بالظبط كده ما ينفعش ساعتها ان انا ادي ميسوتريكسيت لو شايفين مثلا ده اهو ده الكتاب البريجننسي والكراون رام لينث هنا كويس 1 ملم كراون رام لينث هو موجود الكراون رام لينث دكتور احنا ممكن نقفل النور على الصوره اللي تحت النور بقى عشان يتقفل ده لازم حد يروح بره ويشوف ويقول لهم اقفلوا لنا النور يعني يفضل معايا لحد ما نقفل فلو حد عايز يعمل القصه دي تعملها انا ما عنديش مشكله فلو حد عايز من هنا انا ما اعرفش برده بتشتغل ازاي لو حد يعرف شغاله انا ما عنديش اي مشكله بس اللي عايز يعمل حاجه يعملها خلاص اللي عايز يعمل حاجه ما عنديش اي اعتراض ان هو يعملها اميره في حد قدامك بتساليه قولي له يقفل النور اللي قدام الشاشه شربت كله هذا أحسن عادي لا مش جول يولع جول أيوة أكثر واحد بس لكن يولع عيش القائد
pulsation. يعني هو دلوقتي 1 سنتيمتر وما فيهوش فيتال هارت بالسيشن. تدي ميسو تريكسيت ولا ما تدي؟ ما هو ده اكتر من 5 احنا بنتكلم على اكتر. تدي ميسو تريكسيت ولا ما تديش؟ لان طالما ما عنديش فيتال هارت بالسيشن اوريدي اكسيت اقل من 3.5 سنتي يبقى ساعتها ممكن ادي الميسو تريكسيت. ده بالنسبه لايه الشكل بتاع الاكتاف برينسي. طبعا اليوترس هنا هيبقى او برضو نفس القصه اهو في فوق اهو جيستيشنال ساك وفيها كرون رامل لقيت فيها فيتال هارت بالسيشن ما ينفعش تدي ميسو تريكسيت. ما لقيتش فيها فيتال هارت بالسيشن اللي ممكن انك انت تدي ميسو تريكسيت. برضو نفس القصه اهو في يوترس في هنا الفيتال طبعا اليوترس مش باين حلو لان هنا ده 2 دي واحنا فوكسنج على الاكتوبيك نفسه مش على اليوترس. فهو الجيستيشنال ساك وفي اكتوبيك بريجنسي على وان اوف ذا سايد. بقى دي سواء كنت حاطه التوب على الرايت سايد يبقى ده رايت اكتوبيك, حطها على اللاف سايد يبقى ده لاف اكتوبيك بريجنسي. دول صور اللابروسكوب اللي كنا بنبص عليهم اهو اليوترس كويس. ودي طبعا رابتشر وديستورد اكتوبيك بريجنسي عشان كده في عندنا انترابريتونيال هيمرج. ولو لونج ستاندنج انترابريتونيال هيمرج هعرف ازاي على بطن العيانه غير ان هي ممكن تبقى ديستاندنج ممكن يبقى في كمان ايه كولنسان راوند امبيلكس ممكن يبقى دوش اوراد ديسكلاميشن اللي بنسميه كولنسان. طيب وهنا برضو ممكن يبقى عندنا اهو ده احنا شايفين اكتوبيك بريجنسي اوكي. فلو انا كنت بعمل لابروسكوب مش حد بقى وايه لا بس هي كونفورمينج للكرايتيريا بتاعه الميسو تريكسيت خلاص هعمل لها تريتمنت باللابروسكوب على طول وخلاص. حتى لو كانت كونفورمينج للكرايتيريا مش هقفل واخد الريسك ان هي تبقى فيه ميسو تريكسيت وارجع بتاعها كده. نفس القصه برده انا عندي هنا ايكتوبيك بريجننسي ادي ذا يوترس ستارتنج ديستربنس لان عندنا مايل فلويد في الدوبلس باوتش او بليدنج في الدوبلس باوتش وده الايكتوبيك بريجننسي. فممكن هنا نعمل فالكونجكتومي ونشيل الجستيشنال ساك لان التوب لسه مش رابتشر ولا حاجه. هنا التوبس منفوخه على الاخر هي بلوش كويس. برضه ممكن تعمل سالفنجاستومي سالفنجاكتومي يعني على حسب. نفس القصه هنا عندنا ستارتنج ديستربنس والتوب برضه فيها اكتوبيك فريجنس. عايزه ده بالنسبه للسالفنجاستومي يا دكاتره. سالفنجاستومي ان احنا بنعمل جاست اوبننج في الانتي ميزنتريك بوردر يعني لان هو البرود ليجمنت موجود على الناحيه الثانيه في الناحيه الاوبوزيت دي مش هفتح ناحيه البرود ليجمنت طبعا هفتح في الناحيه اللي هي فري واطلع الجستيشنال ساك اهو ده اللي هو سالفنجاستومي جاست ان اوبننج بالتوب واشيل الجستيشنال ساك بتاعنا. وهو ده بالمنظار ان هو عملنا اوبننج في الانتي ميزنتريك بوردر وشلنا الجستيشنال ساك اللي موجوده او البريجننسي اللي كان موجود او تشيل البريجننسي اللي كان موجود. سالفنجاكتومي يعني بتشيل التوبه كلها التوب اللي فيها الاكتوبيك بريجننسي انت شلتها شلت كل التوب بالاكتوبيك بريجننسي اللي موجود. هذا يا بيبي جوه ال ده الميسو تريكسيت ان هو اللي احنا بنديه. عايزه بس سيرفايكال اكتوب سيرفايكال اكتوب ازاي تعرف ان هو سيرفايكال اكتوب يعني ايه هو ايه الديفرنشال دياجنوز بتاع السيرفايكال اكتوب يعني ممكن انت يعني تلخبطك بايه انفيتابل انفيتابل ان هو يكون فصل انفيتابل ابورشن ونزل دلوقتي سيتاريتد لحد ما نزل جوه السيرفايكال كانال يعني لان اليوترس فوق اهو امتي اليوترس ما فيهوش حاجه وانا عندي في السيرفكس هو اللي فيه البريجنسي فبالتالي ممكن يبقى مس دايجنوزد مع الانفيتابل ابورشن. طب لازم افرق الاكتوبيك السيرفايكال اكتوبيك عن الانفيتابل ابورشن ليه عشان مانجمنت الانفيتابل ابورشن اللي هو البيبي سيبريتد وبقى في السيرفكس هتعمل له ايه كونسبونتينوس ولا حاجه ده هو سيبريتد اوريدي ده هينزل اللي خلاه دلوقتي وصل للسيرفكس ده دقيقتين وهيبقى في الفاجينا وهينزل بره فده ما فيهوش اي حاجه. طب امال لو هو سيرفايكال اكتوبيك ده معناه ان البلاي والتيشو كده داخل جوه السيرفايكال كانال يبقى هتعمل له مانجمنت ايه لو هو صغير لو ايه ميديكال لو فولفيلنج الكرايتيريا بتاعه الميديكال تريتمنت اللي هو السك ده برده اقل من 3.5 سنتي مش ما فيهوش بالسيشن البتا اس جي اقل من 6000 هي شيء سبايتال ستيبل ما فيش ديستربنس وليفر وكيدني فانكشن سبايس. طب افرض مش فولفيلنج الكرايتيريا بتاعه الميديكال تريتمنت سيرجيك اللي هو ايه دي ان سي دي ان سي يعني ايه؟ يعني ان انا هكحت لحد ايه؟ هكحت عشان اشيل التيشو. هل لما هنيجي ناخد في البلاسنتا اكريتا لان هو ده كانه بلاسنتا اكريتا بس في السيرفكس بقى هنا البيبي جوه السيرفكس لان هو داخل ده ابنورمال ادهيجن يعني البلاي دي هتبقى داخله جوه السيرفايكال ماسل فكده بالتالي هتعمل لها ايه؟ لو في حد هنا هيحصل ايه؟ هيفضل ريمننس لا يا ريت اشرمان سندروم هيفضل ريمننس هيحصل ايه؟ سيفير بليدنج انت يو ار جوينج تو انديوس سيفير بليدنج ده انت لما بتيجي تعمل سيباريشن للبلاسنتا اكريتا هي العينه بتضاي من السيباريشن
العينه شيز جوينج تو داي من سبريشن. عشان كده بيبقى لما نيجي ناخد بقى بعد كده بلاسينتا اكريتا انك انت دونت تراي تو سيبريت لان هي اكريتا هي في ابنورمال ادهيشنز فيو ار داينج اون اني اتمبت اوف سيبريشن هيحصل لها هيرويك بليدنج وشي ماي داي اون تيبل. نفس القصه بالنسبه للعينه دي لو جيت تكحتها انت اللي هتفتح كل الساينسز وهتنديوس هيرويك بليد. يعني سيرفيسكتومي دي اللي هنا خلي بالكوا سيرفيكال امبيتيشن دي بتاعه الفادر جي انت بتشيل حته من السيرفيكس لكن بتسيب الانر اف الانترنال كانال. لكن انت هنا انت عايز تشيل كل السيرفيكس فاللي هو تشيل سيرفيسكتومي دي انهارد اوف لان لو بتعمل سيرفيسكتومي برضو يو ار جوينج تو اندوس سيفير بليدنج في المنطقه دي والترن ارتري كده فبالتالي ممكن انك انت تضطر تعمل هنا ايه استريكس. عشان كده يعني مهم طبعا ده اكستريملي رير اكستريملي رير بس عشان تبقوا عارفين لو اتعرضنا لسيرفيكال اكتوبيك بيبقى المانجمنت طبعا ميثوتريكسات ولو شفناه غالبا بالميثوتريكسات بينفع لان ده انت بتدايجنوز فيري ايرلي لان هو انترنت تايم فانت بتدايجنوز فيري ايرلي فبتجو فور ميثوتريكسات. اف اتس نوت شي از نوت ريسبوندينج للميثوتريكسات يبقى ساعتها هتضطر تعمل سيرجري اللي هي ريموفال اوف ذا اكتوبيك بريجننسي. ريموفال اوف اكتوبيك بريجننسي هنا هتبقى ان ذا فورم اوف دي ستاتيك توتال ولا سب توتال. توتال طبعا اذا كانت المشكله في السيرفيس اعملها في اشيل البادي واسيب السيرفيس يعني طبعا توتال اعظم. طيب ده اللي هو السيرفايكال التوبيك ده في الريدمنتري هورن يا دكاتره. طب لو عندنا في الريدمنتري هورن ممكن تشيل الريدمنتري هورن ميكروبلاستيك لكن انت بتشيل الريدمنتري هورن اللي هو موجود فيه ميكروبلاستيك طبعا لو الميديكال تريتمنت فيز لان كلهم بينطبق عليهم الميثوتريكسات بالكرايتيريا والميثوتريكسات لو في فيلين كرايتيريا بتديها ومش في فيلين يبقى ساعتها هتعمل ال السيرجيكال تريتمنت اللي هو ريموفال للريدمنتري هورن. هو السيرفكس هنا بيبقى اوبن السيرفكس هيبقى اوبن ولا كلوز كلوز طب اللي زي رغبتهم على انيفيتابل اوكلوجن كويس ده يعني ممكن لو شفتي بس البيكتشر بتاعت الالترا ساوند لكن اصلا الميديكال بيكتشر بتاعتنا هتبقى ديفرنت والاكزامينشن هيبقى ديفرنت بس لو انت شفتي بس الالترا ساوند بيكتشر لازم نبقى نقدر ان احنا نفرقه لان لازم يتفرقوا المانجمنت لو قدامنا البريجننس يا دكاتره لو كان قدام دي اخر كلمه هنقولها كلنا هنمشي قدامنا البريجننس لو هي كونفورميك لازم الاول ميديكال لان ممكن تلاقي البلاسينتا حتى لو هو 12 اسبوع 16 اسبوع لازقه على الليفر ايه هشيل الليفر يعني فانت الاول ميديكال طالما ان هي كونفورميك للكرايتيريا بتاعه الميديكال تريتمنت بتاع الميثوتكسي. طب مش كونفورميك للكرايتيريا بتاع الميديكال تريتمنت هو اللي ساعتها تعمل سيرجري. ايه نوع السيرجري اللي انت هتعملها هنا؟ لابراتومي و لابراتومي اند and removal of fetus and placenta. هل دي اسمها cesarean section؟ لا 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 cesarean section دي an opening in the abdominal wall and uterine incision. لازم معاها uterine incision. انت هنا هتعمل اي uterine incision؟ لا طب مفيش اي uterine incision لان هو بره اليوترس اصلا. فلو هو abdominal pregnancy laparotomy and removal of pregnancy لكن مش cesarean section. شكرا يا دكاتره. يوم الخميس هناخد البيزيكلور مورمال.